السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو بصيت هتعمل معانا ورك بوك بي 73 73. رايت اباوت كلاب يو بيلونج تو، اكتب عن النادي انت بترتبط بتنضم ليه، ورا ان انترست يو هاف او انت او اهتمام لديك. بيشتمل على وات يو لايك بيست اور ار موست انترستد ان، ايه اللي انت بتحبه اكتر او اكثر تشوقا فيه. How you get information؟ كيف تحصل على معلومات؟ What you have done recently؟ ماذا أنت فعلت حالياً؟ If you have any special skills؟ إذا لديك أي مهارات خاصة؟ What you would like to do؟ ماذا تحب أن تفعل؟ See, learn in the future؟ ترى أو تتعلم في المستقبل؟ ده يساعدنا don't forget to use، ما تنساش تستخدم both and، في يعني استخدم في البراجراف دوت both and، كلا و كلا من و either or، إما أو neither nor، لا لا ولا لا. Sentences with which، without، where، who، جمل معها which، ضمائر الوصل، أسماء الموصولة. أنا أقول مثلا يعني على سبيل المثال الطالب ممكن يقول لي كده I have joined the، I joined the، I am in the sports club in Kuwait. أنا في ريادي الرياضة في الكويت مثلا على سبيل المثال. هقول له مثلا I like، أنا أحب بص football and tennis. هنا ربطت كلمة football وتنس بينهم and، عندي فوتبول وتنس دولت اسمين، اسمين بينهم ايه، بينهم and وقبليهم both، كل من كرة القدم والتنس. ممكن استخدم either or، هقول له لكن في يوم الواحد I can، I can play either football or tennis per day. معناه ايه؟ انا اقدر العب برضو عندي هنا فوتبول وتنس بينهم ايه اور وقبليهم ايذر. انا اقدر العب يا اما الكرة القدم او التنس في اليوم الواحد، فعشان العب رياضتين في الايه في اليوم الواحد. ممكن اقول نايذر نور، جملة فيها نايذر نور، أقوله my friend، صديقي حمد مثلا، my friend حمد likes neither، صديقي حمد يحب. احنا نخلي الفعل يبقى مثبت لأن neither بتنفي، خلاص neither دي كأنها doesn't قبل الفعل، يبقى أقوله likes neither football نور تنس. صديقي حمد يحب لا كرة القدم ولا التنس، خلاص وهكذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.